FM Forum. Forum مع أمينة بندور. رجعنا لكم في فورام، شكرا لكم الناس الكل، لكن بحذايا زميلي عبدو من قسم الرياضة يبدو فما خبر مهم جدا رياضي. نعم، خبر مهم جدا. السيد حمدي المد برئيس للترجي الرياضي التونسي أعلن رسميا استقالته من مهامه كرئيس للترجي الرياضي التونسي على إثر هزيمة الترجي أمام الأهلي المصري وانسحاب الفريق من الدور الربع النهائي لرابطة الأبطال الإفريقية. اليوم السيد حمدي المد بعث رسالة رسمية إلى إدارة الفريق يعلن من خلالها استقالته نهائيا من مهام، وهكا سننتظر تحديد موعد جلسة عامة انتخابية في الترجي التونسي. في الأثناء المكتب المسير للترجي سيواصل الإشراف إلى على الترجي التونسي إداريا إلى حين تحديد موعد الجلسة العامة الانتخابية. لخص رسميا حمدي المدب يعلن استقالته من الترجي التونسي. واضح جدا، وأكيد كل الأخبار الرياضية الفريشكة تلقاوها مع زملائنا من قسم الأخبار في سبور إكسبريس، وكل ما فما جديد أكيد تلقاوها على موزايك FM في مختلف المواعيد ونشرات الأخبارية الرياضية في سبور إكسبريس. يعطيك الصحة عبدو، أكيد باش تواصلوا تتابعوا الأخبار. أكيد أكيد التفاصيل والمتابعات في مواعيدنا القادمة، كل ما فما جديد إن شاء الله نوفيكم به لحظة بلحظة. واضح جدا، يعطيك الصحة عبدو، شكرا لك، ميرسي.